في المنظر مستنيك على بس يا راضي يا راضي من اليمين تعال من هنا تعال من هنا اتفضل ها من اليمين ايوه عم الرئيس اهلا اخبارك اهلا ليه ابو عبد شباب النهارده يا مصور وشير لكن اهم حاجه الشباب ده فخار يا اهلا بالباشا ازيك يا باشا الله يوسع عليك الله يبارك فيك حبيبي اهلا اهلا ابو اخوي الغالي ازي صحة يا مرحبا حبيبي يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا والله العظيم عليك حمص يا جماعة احنا هنا عند عمنا الشيخ صديق وعمامنا كلهم ويعني برض الناس مستنيانا من الظهر وانا اسف على الانتظار واسف على الوقت واحنا دلوقتي بنعمل لكم بس مباشر من دوار انا هيك حج سعد عثمان عم الشيخ سعد عثمان وعم الشيخ صديق خلاص يلا خلاص مش عايز اصور مع عمك
خلاص. وطبعا احنا البث المباشر ده بس عزيز عليا جدا، لان انا كان ليا فتره ما جيتش هنا، وارجو انهم هم يسامحوني على التقصير، لكن اعتقد ان الازمات بتظهر معادن الرجال. وبشكر عبد العزيز ابن عم الشيخ صديق، يعني الراجل ساب كل مصالحه وجمع مصر مخصوص، والنهارده كان بالمفترض لازم يسافر على شغله. باشمهندس عبد العزيز من الناس الناجحين، الناس المحترمين، فاحنا معاكم مدينة، عشان تعرفوا جدر بالشورانية وتعرفوا اهلنا في الشورانية والعالم كله يعرف مين الشورانية. تعال اتكلم هنا في ربع عافي لسه ما جاش من نجاح كبير. في ربع من اهل هيك ما جاش لسه جاها معاك على التليفون. مين؟ الو. ايوه اهلا اهلا ابو عمو. ربع بيت عبد الله لسه ما جاش من نجاح كبير. الله يخليك. وبعد كده قاعدين قاعدين ابو عمو الهواكل دول الشورانيه كلها لسه على 14 ناجي. الله يخليك. انا اديني هو موجود عند عم الشيخ صديق في الـ عند الهواكل في دوار الهواكل. تشرف وتنور. تفضل تفضل. تشرف وتنور. تشرف وتنور. طبعا انا هنا عم الشيخ صديق. عم الشيخ صديق دقيقه والنبي دقيقه. كان بس من دوار على هيكل عايز اوجه بس شكر للامن وكل قيادات الامن. وعم الشيخ صديق احنا طول حياتنا جزء من الدوله وجزء من النظام، ولا يمكن ان تطلع مننا حاجه ضد القانون او ضد النظام. فانا بشكر عم الشيخ صديق على تجاوبه، وان هو بلغ كل العائلات وكل الناس بتاجيل الملتقى. ما دام الامن ما ادناش موافقه ما نتكسفوش، وده مش عيب، لان احنا والامن وجهين لعمله واحده، هي امن وسلامه الناس. هم ادرى مننا. انا بشكر مديريه امن سوهاج، وبشكر القائمين على الامن في سوهاج على تعاونهم، وبشكر اهلي على تعاونهم مع الامن. صح يا عم الشيخ صديق؟ الف صح. لان احنا يعني الناس كلهم اللي كلموني واللي خايفين على حياتي واللي كلمونا كلهم ما غرضهم الا الامن والسلام، عشان ما حدش يفهم غلط. احنا اصلا جزء من النظام. الهواكل طول حياتهم اهل صلح واهل خير شرقه وغربه. ما حدش شافنا لا في جره ولا في كلمه فيها قله قيمه ولا عدم تدين ولا عدم اخلاق. وانت وسط اهلك وناسك ما بتتكلمش غير بالادب والحسنى، وده افضل رد على اي حد سفيه او متخلف. عدم الرد بالاهانه، لان القوي يرد بالاحترام وبالادب، اما السفيه والسافل فبيرد بالجعجاء او الكلام الفارغ. وانا سعيد جدا بوجودي النهارده، وهنغرب عم الشيخ صديق عشاء. يا اهلا. اتفضل عم الشيخ صديق. تفضل 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 تفضل